الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العسيمي غفر الله له ولهم جميعا بإسناد كل منهم إلى أسماء معينة، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عم العاص عن عبد الله بن عم العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن طرائق رحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء مصور المتون خاصة رسول الحديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين يفوزوا بسعادة العاجل والآجل. فهذا هو المجلس 25 بعد 100 من مجالس إقراء وشرح كتاب سنن النسائي في ليلة الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر رجب عام 1442 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ بكتاب 40 وانتهى بسنن النسائي. يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب الدعوات. مجلس كان آخر الدرس مجلس كان مجلس بقول يوم شني لواتنات مجالس المرك شرح كوب كتاب كسمنا النسائي هابين كانوا هابين ثلاثة كنا بيجن سديت من بشر جاب كنا فر بقول إلا بيفرض جرنا بيجن صلى الله عليه وآله وسلم عن كسر جرني كتاب الزكاة عو وباب كشن إيه أفرتنات باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه باب الوقت وقت أي باب كان باب يهي الذي باب كان يستحب للسنة أما بل جدي أن تؤدى إن لوجته صدقة الفطر زكاة الفطر فيه وقت أزوده إذا يباب كان باب يهي حل يوفي عن وقص النسان وولا قبضا يباب كان باب يهي حديثك لابكن شنب قول إلا بي إلا بي لابكن شنب قول إيا كوي إلا باتنات وحديث صحيح. قال الإمام النسائي عليه الصلاة والسلام: أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى الحراني وثقة. قال: حدثنا الحسن بن محمد بن عين وثقة. قال: حدثنا زهير بن معاوية الجعفي وثقة ثبت. قال: حدثنا موسى بن عقبة وإمام في المغازي ثقة فقيه سدى ويان. قالوا: في أنبأنا وحنور محمد بن عبد الله بن بزيع البصري وثقة. قال: حدثنا الفضل بن سليمان النميري وثقة. قال: حدثنا موسى بن عقبي هذا صوم الرواية ثقة فقيه إمام في المغازي، ولم يصح أن ابن معين لينه. يحيى بن معين وإمام في الجرح والتعديلة إنه ضعيف وأيري ما أنسح سداويا. عن نافع مولى عبد الله بن عمر وثقة فقيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وحفر بصدقة الفطر زكاة الفطر أي رسول كان فرع عليه الصلاة والسلام أن تؤدى إن لبته قبل خروج الناس ذاتك أنت إن أبحين إلى الصلاة الصلاة عيد أنت إن أبحين أو صلاة إن لقهر مريو أو حلقة فجرك إيا الصلاة أود حيسو حلقة سقعة أي وحويا أوفري إن لبته زكاة الفطر النبي قال صلى الله عليه وسلم. قال ابن بزيق وحويري أما بزيع عنده هاي وحيري بزكاة الفطر مش ومحوها راوي كرويري بصدقة الفطر أي وحيري بزكاة الفطر سيدا يويري ويان وي بابو إخراج الزكاة إذا كذا بحين لقبحي من بلد إلى بلد إن مقالا لقبحي ومقالك اللورة ويكسو أروري وباب كانوا بابي هاي أصلاحان صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وقضب قضب كاس قضب كاللوان نوح أويان هديد ضرورة أي مادو وبلد كازاتك الجوغة أي مارمين أما وباهي ذات الله ميل أيها أد إي أد إي أد إي أد وباهي بنا وحالات عرس أي جرتو هلاك أما دب إن بعاده أجرة حلقة سوكرة وحاويان إن زكذا للنقلية علماء ويكه الله رحم الله الجميع. حديث كما قال ابوكم شنب قال لبي لواتناد وحديث صحيح. قال الامام النسائي عليه الصلاه والسلام: محمد بن عبد الله المبارك المخرب وثقه. قال: حدثنا وكيع بن جراح الرؤاسي قال: حدثنا زكريا بن اسحاق وثقه رمي بالقدر وكان ثقه عن يحيى بن عبد الله بن صيفي وثقه عن ابي معبد المكي الحجازي وثقه عن ابن عباس وحكوي رضي الله تعالى عنهما
أن النبي نبي صلى الله عليه وسلم بعثه وحودني معاذاً ابن جبل صحابي جيلك يودري إلى اليمن يودري ذلك اليمن فقال وحير إنك أذى معاذ تأتي وحيد تجدون تقوماً ضد أهل كتاب أو كتاب أهل وهو ربك سبحانه وتعالى كتاب سيء أما يهود هنقضينا أما النصارى هنقضينا كو فتعهم حذويرته إلى شهادة أن لا إله إلا الله الله حق له عابده أما الرب حق له عابدين سنجرين قال له معبد الحق أها أو ربقين أها أو خالقين أها أو رازقين أها الله مؤيني متك لو حق له عابده المالك لكن هو باطل له عابده تربضنا هبا قدرنا هبا قدرنا دينا آلهة الهند إلهيالك هندي ترامك هذا دعي موقيدين ترامك نمبع عابده يبان نحس عياب الله يابك لو حقه إياه لسنا ما نريدون انتي كروريا دلي كي وحابداي كي كان وحاوا يا شقدي لا قبري ارغيزان الهي مركا مخوها ديماني اما بشقدي لا قبريني لا قبرني او لا في جيني وا امتحان وحيابها ان كو اركين دي وحا كميد مره حسمر انتغي موسم يحل وحجره الهيالك اي عابدايان انت بدو وحا لا سميا نورد ايو الرأي وحبا لسمرين وحا سا لا سمينا سنه موين marka maalin waxa jirta maalmaha kamida oo sanadkii hal mar soo maraysa oo ilaahay gaadiya marka inta soo qala soo qaada ayaa laga taqalusaya oo dhamaan meel badaha lagu shubi meel victoria lake victoria oo kale ayaa lagu wada shubi magaalada haydabra haydabraad ku arkay waa lagu shubi kadibna ilaahay cusub aad soo iibsanaysa auto muxuu aha wallahi imaanaysa markaas maalintaas waa feesta fasax waa maalinta ay waa fasax school ma furna جامعات ما فرنا، سبيتال ما فرنا، شقة ما فرنا، وفيستا حاجة دولد. نين كان مودي أيليه هنا وهذا معمولة. ذلك إنديا وانين يعني منتدى ومسجد تقريبا كل سنة كده ومسلمين تايل هاي وكيمان ده يدومين أيين. سوماقين سوماقين. مركو حنكلا جدا. إله مركا لعابد أو باطل لقوا عابد اللي ما كوا بكره. كوا إلا ما يصدق يطمن إيمانهم وملايين. لكن هو حصورنا وحاك مجنان. قفك مركا وحلو غيريا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني أن رسولك الأذيك إسنا نهي فإنهم أيها أطاعوك دي أي كايلا أطاعوك دي أي كيلا فأعلم محبرت أن الله الوين عز وجل افترض عليهم إنه كفر دي علي خمس صلوات شن صلوات في كل يوم وليلة هابين كي إيمان انت لواتين أفرت ساعة إن لقرب إن أيدو كذان شن صلوات فإنهم أيها أطاعوك دي أي كيلا فعلمهم حاضر غيسا أن الله الوين عز وجل قد افترض عليهم أن كفر ذير صدقة زكاة في أموالهم حول هذا تأخذ زكاة وحلقة قضية من أغنيائهم كوة هذن كأهور لقالها يستا والنساب كزكاة حول هذا أي قارين فتوضع في فقرائهم فقراء يكدبنا العقل عمل السياه فإنهم أيها قطعوك لذلك أرين كاد يأي كاد غيسان ويكاي يلان فإياك وحاسك إلى لساء من كاقد ديقيا وكرائم أمواله مالك وذا كان كرام ضبطا وقيمها بدن وقالقة اسكا إلالي اسكا إلالي حولها تكا قاديس حولها وصريها كديك حولها دحاتك وعاديك هالنقضينا مكا إذا كان نقض واتقي وحاسكا إلالي سدعوة المظلوم قفك اللقو قرد الروضي ولقو قرد رنيا هباركي اسكا إلالي فإنها دعوة داس يتوقم داس ليس مهني بينها أيضا دحدي دي وبين الله الوين دحدي عز وجل ها حجاب وح أستر ميلا قف كمظلوم كأه ومضطر كأه هذا مرب إلهي سبحانه وتعالى قعميس كرو قاضو إلهي إيد بريضس إيدا لحظة وضحى بيراتي وح حجاب وكجر المعركة حتى هذا قال يه قال كمظلوم كدو إلهي وقف كان مسلم كأه ومؤمن كأيد المية دوير هذا ليس بينه وبين الله حجاب أما يجيب المضطر إذا دعاه قال هذا إلهي وكأه بريض وحد فإذا ركبوا في الفلك أها دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم دعاء دي لو قبت بادي الى البر اذا هم يشركون ومعروف تسويه حديثك اما بابك باب اذا اعطاها زكاتها دو بحيه زكاه الفطري اها غنيا اما زكاه عادي جيد بغنيا قف هضنا وتاجره وهو لا يشعر يسقر نوين وحد اعطى زكاه الله سو اردي قف اي كب حينين أما قف هذانا أيات سيسي أذون أغين نعم وما دعاء الكافرين عبادة دواء دعاء بمعنى عبادة دواء
iya waxa weeyaan gaalada Allah ay caabudaan oo ayna tuugayaan laakiin ayadoo barax tiran lama iimaanayaan marka ay hadda ay xajka ay talbiyeysanay waxay leeyihiin labbayk allahumma labbayk labbayk laa shariika laka labbayk illa shariikan huwa laka tamlikuhuma malak ilaaha iyo kaliga ayaan ku ajii muxuu aha waan ku ajiibnay ijaabatan bacda ijaaba waday malihid haba yaraato adiga wax kula wadaaga illa shariikan laka mid yar oo tacbaana oon macno ku dhisnayna oo adiga wax kula wadaaga oo waxba aanan hanan karin waxba aanan milkin isaga iyo waxa muxuu aha uu milkiiba adiga aad milkisay kaasun baad leedahay intaas ay raacinayaan taas ay alla ku baryayaan marka ducadooda marka duca khaalis maahan wamaa ducaau lkaafiin cibaadada noqotaya iyo baryada noqotayaaba ilaa fii dalaali ana shirki ayaa ku wada dheehan laakiin ilaahay muxuu leeyahay faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin keligiis ay u barax tirayaan ayagoo gaalo ah iraarkii u keeni iyo naftii halkaan imaaday waxaa kaloo meesha ku jira oon ka marnayn qofka waa addoon ilaahay subxaana wa tacaala hadda markay gaalada ay bixinayaan waxba sadaqa ila baxayaan sadaqadaas ma ebera laga dhigayaa adduunkaana lagu sharaa looga leexini oo noololaa lagu siini oo awlaad baa lagu siini oo muxuu ahaa madaxnimaa lagu siini oo waxa weeyaan caafimaadaa lagu siini laakiin aakhira waxba kuma laha waqadimnaa ilaa maa camilu min camalin fajacalnaahu habaa'an manthuuran wa marka ducada marka laga hadlaa waxaa weyan waa ducada barax tiran tan ala baranata iyada weeyaan laakiin qofka madluumka ah marka madluum uu yahay oo la dulmiyey ama uu yahay mudar oo meel haba yaraatay kale u leexda u waayo baabka alle bas u gara ah hata hadda uu gaal yahay ilaah uu ka aqbalay subxana wa tacaala marka in la dulmiya laa xayawaanaan la ogolayn walaa gaalaan la ogolayn walaa muminaan la ogolayn walaa mid yaraan la ogolayn walaa mid weynaan la ogolayn wala dulmiga sidiisaba yaa cibaadii inii xaramtu adulma calaa nafsi wajacaltuhu baynakum muxaraman yaa cibaadii adoomahaygiiyow aniga naftayga ayaa iska xarimay dulmi aniga naf xaraan rabbulcizza tabaaraka watacaala naftiisuu ka xarimay adinka dhexdiina inaad dulmisaan lidalika qof la dulmina haddii aad aragto walow gaal akfaru lkufaar ha noqday ha ka yeelin garab istaag dulmiga ka celi أكفر الكفار دو يهو مظلوم ويضع ركتا قرب استاك ونصر المظلوم متى معنى ستان حديث كاس يا ونصر المظلوم قفك لو قردر هذا لذلك حين لقى النبي قال عليه الصلاة والسلام ونبي قال لقد قال أيا وحو النبي قال عليه الصلاة والسلام وحاليوي يري وحاليوي يري انت آن إسلام لماذا النبي قال لقد قال كهري هذا الرضي tolki iyo dad badan oo reer muxuu aha maka ah ayaa waxaa liigu yeeray inaan ka qayb gala isbahaysi la yidhaahdo xilf alfuduul isbahaysigaas waxaa weeyaan nin maka imaaday ayaa waxaa dulmiyey reer maka qabaaisha ayaa dulmiyey tol ma laha tolkiis intuu jiraa waa meel fog meeshaa lagu dulmiyey wuu dhawaaqay marka kadibna waa laysu yimid oo ragaa isbahaystay waxay dhaheen ilaahay waxaan kula ballamaynaa qof kasta oo reer maka aan ahayn ama aha ahaada reer maka muusan ahayn oo la dulmiyey inaan tal u noqono garab u noqono nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ka qayb galay intuu muxuu a nabiga noqonay calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyay walow duciitu ilaa midrihi alaan haddii maanta liigu yeera isagiyo kalena la ajabtu wayallaha marka meesha aad joogta waa in la helo jabha amaba koox u taagan cidda la dulmiy inay garab istaagaan ama gaal ha noqdo kan la dulmina ama muslim ha noqdo muslim xaqiisa waa sii kordhaya madluum sideedaba hadday aad aragto garab istaag sidaa weeyaan waaye xadiidka baabun idaa acaaha haniyan qof hani hadduu siiya zakadii wahuwa laa yashcur isagoo la ogeyn xaaladsay noqonaysa xadiidka 2503 waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasai calayhi raxmaan cumran bin bakar alkilaac waaiqa qaala xadaana cali bnu cayaash alalhani waaiqatu tab qaala xadaana shucayb ibn abi xamzat alqurayshi alumu waaiqatu cabid yarxamuka allah qaala xadaani abu zinaad cabdullahi bn dukaan waaiqa mima xadaahu xadiidka uu waramay cabdiraxmaan ibn lacraj ibn hurmus weeyaan mima dakara xadiidka uu sheegay annahu isaga samica inuu ka maqlay abaa hurayrata
عبد الرحمن ساق الدوس وكم أغلى يحدث ذوك ورم به سك على رسول رسولك صلى الله عليه وسلم قال رسول كان يري قال رجل نبا وحيري النبي قال إيه أرنت أيضا عليه الصلاة والسلام نبا وحيري لا تصدقن وان صدقيسني وان صدقيسني وان لبحي وان لبحي وان لبحي بصدقة صدقة نون التوكيد ما يشكر مارك إذن فخرج بصدقة صدقة إذن يقول لبحي مارك دف فوضعها في يد سارق توب ليقانه وان بي اسمرين أيوب عندك سارق دينجستر فأصبحوا وحيكوا بريسين يتحدثون إيقوا كشا كيساني تصدق على سارق توك أي واحد لغو صدقيست توك لغو صدقيست فقالوا حين اللهم عليه لك الحمد أذيك أياكم هاتن على سارق من توك إنام كشا صدقيست أذيككم هاتن لا تصدقن بصدقة مر لبعض وحير وصدقيساني 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 ولا بيح صدقة فخرج بصدقتي أيها اللبح فوضعها في يد زانية مد اللي أدي اللي ناك دي اللي أما الشرموتة أيوة حويان كوسة دقيستي فأصبحوا أيوة بريستي يتحدثون أيوة كور رميان أما كوشة قيسنا يان تصدق الليلة على زانية للليئة للليئة أما لله يا كوسة دقيستي أما شرموتا فقالوا حير اللهم علي ولك الحمد أذا كما هتن على زانية ناقد لله إنا وحكوسة دقيستي أذا كما هتن لا تصدقنا بصدقة صدقتي ما الله زين فخرج أبو بعبد صدقتي ولا بعد فوضعها على يد في يد غنيين هذا هو تاجر ولا يقال وإذا كم يصدقك بحين يفرتك ساري فقال وحير الله فأصبحوا يتحدثون وبريسنا يوكل شكيسني تصدق على غنيين غني أي الله صدقيستي فقال وحير أما قال وحير اللهم علي ولك الحمد على زانية مد لذا هيد إن أنا كوش صدقيست أذاك ما هتن وعلى سارق توب إن أنا كوش صدقيستن أذاك ما هتن وعلى غني إن هذا إن أنا كوش صدقيستن هذه أيها كوم هتن وهذا هو فجي أرنت أيضا أنا كل اللي بقوله إنه أدرت وعبي أن أرث الله بقاضي فوتي ولوي مد يا أوي ماني مو حلوي من رويدي ممكن فقيل وحلوي لي أما صدقتك صدقة هذه مية فقد تقبلت ولا أقبل سيدات هرت قبصة حسن وح على وح الله بحدي لله أبو كوسة دقيست أما بوا حويان كوسة دقيست توك أما كوسة دقيست إن تاجر فرت والله أقبل حقه إطمئنان هل حسلوني هل الحمد لله كو أما زانية تدي الله ذي هرميا فلعل وحدي أكرت أن تستعف به إن كجد أورست من زناها لله ذا لماذا أي ود أي وحيابها أي سميني سحن إن كجد أورست على جاب وحم بيوجي سي باهي إيه ربط إيه ملاي محوها هاي فون إيه رادكت إيه رئيس إني ويدي أي الله جيابا أو دنت أي ظروف تكون قصبتي هالكاس ببلايد إنجليزي الله جيابا إني كذا أورست صور قال صباح الخير كرمان حتى ما أنت نالجوا مقالة أنا أنجوني مقالوين كوين ومسلمين تأيليهين قبل أي تولوين كسو قلايا رحوتي ذا كي مانيا وما إلى ذلك قروا أقون قروا الرجاء قروا حويا وما إلى ذلك قروا مطلقات مقالة إيمانية عاصمة ده قولي وحال غير ربع إني بحزه لباتنكم بش قريكو وير عيد ذكرت أما تبغى نشوف ماهيس عنا على قربا ماهيس ولا المجوجة هذا المجوجة أبتي مجوجة هل كان تسويش تقول سعيد كا ماشان ما يستاهل كرتو بلايان ويتاجن هنا دعاة على أبواب جهنم أكو الباب هذا جهنم التاجن أو كأن هاتين أيان نوي تورين وكو ما ندق قبرنا ذو جيدين وإذا عدا إيد أتعرف تاني يوم صومان كديب علينا معارك قوته هبين كي بقول دور ثلاث سنين صباحين سمر بقول دور مقاوة تون كروشيل بس بدل الجيلين ترق مركر وأسير ديدسين لكن ربطي نفتي أوبا دباشي بختي محوا قاجة وصورة قالوا واحد يعكروا يعني حاليا مرك دت كأيجا هو النوع عصا دين حمي هي محوا هاي ضمير كوضح ما نقول جرت إنه يجينا لقيا هو النفع يجيسي مرك صدق هذا أيضا وجبد أس مرك للا لو بحيه وحاليا بيرك هذا أفسد للي مدي سو ما دعكرت نعم ناقد الله وانت ورابسي اي كو ورابسي خفتي دي كبتي دي وجنكش زومر نوت قنا ريبن اسرائيل لله قال ما لا سوده ومسكين محوها وباهن الا وعدي وباهن ان لبدبادي وباهن ان توبه كان لو غير وباهمه وايه ولعل وحلقي بصارو كي توغها ان يستعف به انه كغره سرقتي سرقته توغني مديسي او اسنا دبا يوغيس قصصت او توغدا dadka tuugobay qisasooda markaad akhriisay iyo asbaabta keenaysa waa la yaabaysan waxaan la iyo rasuul aan qoonin ayaa nagu xariiray qisa la yiraahay ayaa jirta walaa la ganiya kan ganiga waxa laga yaabaa in yaa tabira inuu ku cibra qaato oo fayun fiqa
uu bixiyay mimma xoolo aataahu allah alla inuu si caza wajalla ayaa suuragal ah sidaa weeyaan marka haddii marka adoon ogeyn zak xoolihii sadaqada ahay meel aan munaasib ku inaad ku bixiso ood ilaahay dartii u qasada ilaahay uu kaa aqbalayaa lan yanaala allaha luxuumaha lan yanaala allaha luxuumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaalu taqwa minkum shilimaadkan aad bixinaysa ma ilaahay gaarayaan maya qasadkaagii iyo niyadaadii iyo waxa weeyaan ayaa gaari allah subxaanahu watacala thawaab kuu noqoni ee dhiigga xoolaha aad gowracday iyo muxuu ahaa hilibkii iyo waxba saa weeyaan الصدقه باب الصدقه من غلول وحل سو خيامي يا الله سو اجري ان صدقه لغا بخي و خي كسرر باب كانو باب حديث كلا بكون شبق لي افر الى باتناد وحديث صحيح قال الامام النسي عليه تعالى اخبرنا الحسين بن محمد الذراعو حسين بن محمد الذراع وصدوق قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع وثيقة ثبت الذراع ما يدري قر ما حكوا قر شيخ ذراع ساسا أنا كل يبي يسوي دك دكتي وأنا سيد هذا تقريبا أنا سليه إني مرك يا شيخ عبد السمد كسو فيريا تقريب كأيو أيو حد كفير سان أيو تقريب ذراع قرة رأد مياه ورمي سالف كهوري يا ساسوا ها شدا سوا ذارع ولا سمرك الحافظ من الحجر هدو ذارع يري تنحافظ كقاطع لكن هلا هلا سيه بي إن شاء الله وحاوي وصدوق قال حدثنا يزيد الزرع يزيد وهو من الزرع واثقة ثبت قال حدثنا شعبة قال وأنبأ إسماعيل بن مسعود الجحدري واثقة حدثنا بشر وهو ابن المفضل واثقة ثبت قال حدثنا شعبة واللفظ لبشر عن قتادة ابن دعامة الدوسي البصري واثقة ثبت فيه تدليس عن أبي المليح أسامة أبي المليح وحو ابن أسامة الهذلي واثقة عن أبيه أبيس وأسامة ابن عمير الهذلي وصحابي والكيساس أيالقوا النقدين وحكوريه رضي الله عنه وذا قالوا حين سمعت رسول الله كما صلى الله عليه وسلم يقول إسقوله إن الله لوين عز وجل لا يقبل ما أقبل صلاة صلاة ما أقبل بغير الطهور ظهر الآن يمحو قفك سقون طاهرين ويسئيه ويحكوه الريبة إلهي ما أقبله قفك دوسا لإيمان ولا صدقة حولنا لا صدقة يستير ربي ما أقبله ومن غلول أم غلول خيانة أحب أنت تصير أجرتي ضف كدبنا عن صدقة يا نبى ما نح على إيش كيناي تذكر دعي قريو هايستا مركو صدع عن وقيبني مساكين تكل سيناي كورم برع دوا واحد الله واحد صدع عن واحد يروح سجد يقول ربك وكو أنت كلام مساكين وقيبني ورواسدة مساكين تقودنا يا وأنا له أقول واني كورم ركاس هاي جو مري وركز بالكور يا ما في اي كاس يا ها ها مركز دنكا فيرسو عايز لها كو قاركود وها ويان زكدر بحينين حولين اي كو مخو اها اكتودا كو داهين مساكينتي يا اقريبادود اي وخودين اي ميشا اي غاجو بايان ان اي هوشا مودن يين واز لها لكن كل يبدأ قفك أي أرنت عيد إنه سمي لجرب ما أهل فرد ما ودولة إسلام فإن آخذوها والشطر مالي سمين دولة إسلام كهيدي أبرك على جرب نجا زكاة ديت كودت كنا يكون أصبع يان إن لا تجاو وحاول زكاة لجا قال حوالي نص كودين محاولة تعزير هلا وقال لكن هذيك فرد جا إلى محاولة أمور يعني سامو جريس وتحاول أنت تدور بكش محاولة ويحكي كسر فصل ما 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 أهان وح شرع ما أهان ها ها كل يبغى إله يبغى سمين أسأله طالع لكن فعل وسمي فعل هذا شرع وافق سر ما نعم وايا حديث لما كنت شنب قليه شن إلى بعثناد وحديث صحيح قال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا قتيبة بن سعيد
ابن جبير بن طريف البغلاني قال حدثنا ليث بن سعد امام اهل مصر عن سعيد ابن سعيد ابن ابي سعيد المقبري وثقه تغير قبل موته ثقه ثبت تغير قبل موته باربع سنين هاي عن سعيد ابن يسار المدني مولى ميمونه بنت الحارث ام المؤمنين ثقه متقن انه يسقى سمع حكم غلي ابا هريره يكم غلي رضي الله عنه يقول يسقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق ما صدق احد قط بصدقه صدقه من طيب حلال ولا يقبل ما اقبل الله الوين عز وجل الا الطيب وحلال ربك اقبل سبحانه وتعالى الا هدو قفك صدقه حلال الله بها اخذها الرحمن عليه نحريست بنا ايا قاته او قاد صدقه عز وجل بيميني مدكتيسا اي ربك انكو قاد سبحانه وتعالى وان كانت هبا هذا التمره هل تمر بها النقطة فتربو وحيكو زيادة ويكو كرتا في كف الرحمن الليه الرحريس تبنى كف كيسا حتى تكون إلى إكاهاته أعظم متكو من الجبل بور كما يربي سيدو أبر باري أحدكم متكين فلوه درمان كيس درمان زوما وفرس كير أبر باري أو أما وفصيله قرب عيسير قرب عير اما فرسك يا الدرمانغا سيدا لو برباريو انت زولاجي مركي دبل سيدا سوكر اي ربك سبحانه وتعالى صدقدي تمرت هلك حبا اي الهي كو بربارينيا هدي اد حوله حلاله كبخيسه الى اي بور لا اكاتا اي نبي الله صلى الله عليه واله وسلم جهد جهد المقل قفك وحيرد قوا دذالك اد بخيو ايو وخي صدقه ولا بخا فضلك إلى ذي باب كان باب حديث كلامك كن شنب قليو لحد إلى بعثنا ذو حديث صحيح قال الإمام النسائي عليه رحمة الله عبد الوهاب ابن عبد الحكم البغدادي وثيقة عن الحجاج عن حجاج ابن محمد الأعور وثيقة ثبت قال حدثنا أما قال وحير ابن جريج عبد الملك بن عبد بن جريج وثيقة فقيه فاضل يرسل ويدلس هاي قال وحير أخبرني عثمان ابن أبي سليمان النوفلي المكي وثيقة عن علي الأزدي علي ابن أبي الوليد الأزدي وصدوق ربما وهم عن عبيد بن عمير الليثي ثقة ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هاي عن عبد الله بن حبيش هاي عبد الله بن حبيشي الخثعمي وصحابي جليل رضي الله تعالى عنه أن النبي نبي صلى الله عليه وسلم سئل وحل ويدي أي الأعمال عمل كسابة أفضل فضل بدن قالوا حين إيمان إيمان ولا شك فيه على شكلين إيمان بدأ إلهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره وصدى إن النوش هاي أدوهبت وهذا أدمحوها نفتا يكون وجهت أدوهبت أما ذات كان إن ابن آدهين أدوهبت سئات وقدر أدوهبت إيمان على شكلها هو جهاد جهاد لا غلول فيه أنا خيانا لهين حولي غنيمة هاي هذا حقه يرد جين جابك إيوه بورصاد يكون ردينين خيانة اللهين تنسد حادنا وحجة حجة مبرورة لقو بارين مفاري مركل لقى حد لا غلولك إي خيانة إخواني مسألة داس آدها اللوغة تحضيره مسألة داس أيضا خاصة طلبة علمك وحياباها شب هذا ولي قا انت النوش اسكيرا وحلال هو عط هدي أدركت أهلا وسهلا وحلال هو عط هدي أدركت أهلا وسهلا وحش بها أنا هديئات بقف طالب علمته أما نن علماءته أما قفل وضيراته نوعك استبعه مرب وحنا هديئات وحش بهير كدري ميسة قاجو وبختي سكتك وحاكو ودعي شبط وجهك هذا عضف وولق أنت النوشة يدون أنك هتجين آخرا لنارك وقلي سيء وبضبط هل السوى دينتي يخيرك إيه دعوة ديئات ومدى قارسين لهينا وحيو نقوني ساجدار يدربي كاعليه أرينت أيضا خطروا مركا مسألة ذاس كل اللي بواد فهمي سامو حانك لدلية هذا اللي سيقى إلى لي طلبة علمك هي الدعادة هي علي مذا ومرعب هدي مركا ميل أنا المناسب كهذا هين وهنقرية هنقرية أنا المناسب كهذا أنا هين ميلا يا طبعا هيستاقي لا تقف هيستاجد إلهي با سبحانه وتعالى وحك خير بنا كسيني هيستاجد دين تان إلالي
diintan cidda waardiyaha adiga wa cidda dadka ay markay arkaan ay turbinka lagu qabana adiga wa diinta adiga xaq ka jirta hadii markay adiga aad wasakhaysan tahay diinta ilaahay lama qaadanay adiga xambaarsana ama dadka gaarsiinay in yar hadii aad laba xadiis taqaan diinta darteed wax walba wata hatta a'maal qaar oo ku banaana mararka qaar qofka uu isaga tagaya si looga dayarin oo la dhiwriya وكي محوها ساسو يالي بقى مركي إخواني مسألة داس آدي لوغة تحديرو مربا حدي أي نقود تمال عامة أو مدس كل هذا نوع كستبه هذا أما مال خاصة الله ماذا وكفه ويحر إلهي أدكو سيو حلالة بس انت كلا لا أهل كتاب كو أدرك تاني إلهي سبحانه وتعالى وكو عم باري وحكم إدها يعني أهل كتاب كي قار حدي أدولي بتدرهم أما دينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما هل الشرين أن لغو هلينين هم صعب مصعب هو كل مثال لبضلنا أنت أدوك أن كنوا رايدين وإذن صامري أو ضد أهل العلم هو لغو دي الله هاي إن دين تودي اللغة تقي هل ما أنه يسيب قذين سوما قرن علمي قي نكاد كسوء دي مني لباتان سنة صدن سنة طبان سنة شان سنة قرآن كسوء برني أردن أي مركو محوها إنه شجع ولا جت لا بقادي محلوقة لا بقادي يا مثال يا يلا كي بريج سو مالي مركد قفك علوم هذا ودين تلاه حمبار سو إنه آدي سرور لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مسجد كيسة يسوع اعتكاف سنة صفية وسوقش بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنه ذاو من المؤمنين كدي من لما كي النبي قال أي أو إما دي لا يرى شقيس مدير أي النقشات ما عدنا يقول الله النبي هو بحي الباب كله يستاجي إنه سقوطية إلا هو معتكف وبنان سيما ذكره كدبنا لبص حابة النبي أنا كمدة عليه الصلاة والسلام يا ماي سومرين مركز هاي ويس عداني دك 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 ماشي نوع ما النبي قف دمر وسند تاجري أركين يعني سيبا يمرك أبي يرد دك دكين مركز يرى على رسلكم أور ترتيب صدى عايز يجيبين جودتك إيو يا جيداك دول اللي عادي رك عنده ترتيب صدى على رسلكم إنها صفية قفت أن لك تاجنا هاي قف كلامها هو إسلام أنت حاس كي أتقنين صفية بنت حيي قف كلامها مركز وحي النبي الله سبحان الله ما ذي قال مركز النبي قال حيي وحن كبقي أن يقذف الشيطان في قلبكما شرا إنه القلب جينا شر وشيطان كرده أود هذان محورها محور كرده كره محور كرده كره وحدي كره يا النبي قال إسكب باشاري عليه الصلاة والسلام يا إسكب شو كان ثاني فيري يا يعني شاكو النعاس زو ما دعكرت لذلك قفت عني ماذا وحال ربا ميلته ما يستاجع أما حولها النقطة أما دمر هالنقطة أما بابا حويان ميلك حتى قبيالتها هالنقطة دم والبا ننك عني ماذا وإنه النظيف هذا سو ما لدينا الله بشي واسكو قصار قبيالتها هي صلة الرحم واسكا قلمانها قبيالتها وباب سلة الرحم تتكاغي هدية وح الله وحده يسعدي المادير تبس وقيبس قد أمدنا أدوتها هي شيخ ووين وحدة ما يقاسوا قرام لها انت هذيك أدمل كيسي حول هذا هي هدية المادير تبس وقيبس وعدك لكو بيو وشبين ما قبي على سميس أنا ما الله قبي على دمية حق هذا خاص كوا واساس لكن عامك وحد أمد وهيسي ويمد سكوا ذا لهيد بنتا هدية المادير تعب ديسا نار أم بطيقة رسيسي هذه النار الدونتي ما فهم دين مركة قبيالة يصلة الرحم كوا باب ضلنا الإسكاء داحق ليو وضدك أياد وفهمين ضلنا وحاوي ومركة قفة وحاوي ملبو مسؤول كنغني سومالد وحيابها أي سميان أي كميتاي شاكان قال لعاوة عفوا مركة وحيابها أي سميان وحاوي إنك مركو ميل مسؤول كنغضة اللبام متكميد وكوديعي إنه التلكيس إنتو قاطة إذا كيسا وكذا شيء المادير تيسي وهم كل يعني بدهان إنتو قاطة وقرت قلت كجري كبنان كميراز وكوها يوير عندنا صدق وأن أمدك كلام مسلمين تكلم وادق إيه أمدك كلام وادق إيه جرى أن جوجو أكس ورين ومحوها وهم كوري وظالم ظالم هو مسلمين تاني مسلمين كون دودان موجودان أو وحرتنا أو حويان أو حلاقة بتبقى هني كمدين هنا وبدين هنو يرين مسلمين انت حق اسلام بينين قضب قضب كاس قولينا مركو ميل كرسي كفريستو ها وردي على قوان يا قوان المادرتيس اكاس كان واكل كان ديفا كان فريس كان فريس وهكذا فريس
meelo is muslimiinta meel ay u soo maraanba malaha asna waa dhalim marka laakiin khayr al-umur aw sata wixii maal kaaga adiga oo leedahay haddii muslimiinta mas'uul u tabeel oo tamaal ay tabaata ama madaxweyne ah ama wasiir ah ama wanin muxuu aha naqo diin madaxka ay mekaan muslimiinta wixii ay isku leeyihiin muslimiinta oo muslimiin kan qaraabadaada ee kan baciidka ah kan soomaaliga ah kan waa soomaaliga ahayn haduu muslim yahay oo muslimiin hadii hatta ay muslimiin ahayn oo adiga mas'uuliyad siyaasi oo kala dhahayso oo raciyada kugu hoos nool ay muslimiin iyo gair muslimiin yihiin oo xaqa la isku wada leeyahay ay wada simayn waaye wixii adiga aad leedahay xoolahaada soomaan saabt yeela wajhi xaraan ku bixin laakiin dhammaantood ilmaadeerta bas aad wada siin kartaa dhammaan miisfaan culimaalla lidalika sayid cuhmaan ibnu cafaan radia allahu tacala wardaa raggii munaafiqiinta ahaa waxyaabihii iyo khawaarijtii ay ku eedeeyeen waxaa ka mid ahayd qaraabadiisii ayuu maalka muslimiinta siina cuhmaanna waa nin wuxuu ahayd aada u taajira waa taqanaa oo maalintii qaswat tabuuk kun neef kun riti oo qalabkoodii iyo sahaydoodii wuxuuda wata ayuu ku bixiyey fi qaswat tabuuk soo moogidiin xoolaha marka aad ilma adeertay siinay waxay ahaayeen xoolihiisi ee xoolihii muslimiinta ma haydii baytumaal kama bixin jirin laakiin munaafiqiinta maxay u rogeen way intaa nooga filna sheeko marka waa yahay juhd juhd ahay إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة قيل وحالي لفأي الصلاة أفضل صلاة هذبة أفضل لبضن قال وحير نبي عليه الصلاة والسلام من هجر قف كهجرة طول عفوا قال نبي وحير عليه الصلاة والسلام طول القنوت استاق تنقل لرك بضن صلاة دول بصلاة كد استاق دير أياك أفضل لبضن قيل وحالي لفأي الصدقة أفضل صدقة هذبة أفضل لبضن قالوا في جهد المقل خفك وحيرد اي هيسو وحو بخي او مخوها حد اد كو بخيو اي عليس تاس او فند بدر انت صدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى اي النبي صلى الله عليه وسلم ان صدق الله بحدا وحا وير اديكو عافمات قبو مركات بوكت موكت هي وحال الاخر هذا لو دا اسك بخي تن لبادنا وحا ويان aad xoolihii ku bakhaylays faqiirnimaad ka baqaysaa oo waxaan inay ku dhaafaanad ka baqi qariinimana indhahaad ku hayso biri adigoo muxuu ahaa dabaq dhir badan dhistay iyo aduunaa madaxaad ku haysa xilligaas iyada maaragtay wixii aad bixisa wax ka fadli badanna maarka waay qaala qiila waxaa layidhi faayu lhijrati afdalu hijrateeba ugu fadli badan qaala wuxuu yidhi man hajara qof ka hajira maa xarama allahu عز وجل الوين وحرم يلقف كهجر هجرتها سوق قيمة بدن قيل وحالي فأي الجهاد أفضل جهاد كذا كيسيبا كيسيبا أفضل بدن من جهاد نبي قحير عليه السلام قال وحير من جهاد قف لا جهاد المشركين مشركين حربيين بماله مال كيسي ونفسي نفتيس قيل وحالي فأي القتل أشرف دل قف محوها نفت نفل قوية ها هي وقفك دنتا وجدك الله كل دنتك يا أفضل بدن قال وحيري من أهريق دمه قفك دي جيس لداده أو لدله هو عقر لبقون قوية جواده فرس كيسي وكو جهادين لدله حوله سي لله يو إساقر لدله كاسا أفضل بدل أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث لبقون شامب قليو تضبي الله باترات وحديث حسنا قال الإمام النساء عليه أخبرنا قطيب بن سعيد قال حدثنا ليتي من سعد إمام أهل مصر عامل عجلان محمد العجلان وصدوق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري واثقة والقعقاع ابن حكيم الكناني المدني وثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله وحيري سبق كهر مري درهم حلشل أو فضاء 100,000 درهم بقول كن أو شلين أو فضاء أي وحا كهر مري أو كفل لبناضي هل درهم أو فضاء أما حلشل أو فضاء كفل لبناضي كفل لبناضي ويا ويا قالوا حيرا وكيف نبي الله سيك أرين تقول عظيم قال وحيري كان وحوسنا لرجلين وحوسنا درهمان لا بشيرين نبى حورات نبى يا وحكاه استان لا بشيرين تصدق بي أحد ما متكوت يصدق يستي نيوان إنكاس حوليس نبى حيان لا بشيرين مدى يلا بحيد كو
وانطلق رجل نين وحوادي إلى عرض ماله مال كيس برتميس وده قال حوليس وده تجيو ترضى بنا فأخذ منه حورهس وحكس وقاضي حجيزة أم حوره وحكس وقاضي 100,000 بقول 100,000 درهم بقول كنوا درهم أيه كسو قاضي فتصدق بها وصدق إيستا نين كمر كميت وحوايستا بقول مليون منو حوايستا بقول شين كي بقول شين كنتنا يلعب حي كي بقولك مليون وحلو بحي بقولكم يا فضل بدن فضل بدن متك اللب حي بقولك الشيلين كنا نشيل ساسو النبي صلى الله عليه وسلم حي إنك وحوز دقيس المال كيس دنس كيس كان المال كيس 0.5 حتى ما دام أرجعزان مركو أكاس بالحقه أنت عن أحد حيران يا وحي عن جيبك كهينة نص كودي ناس دقيس ناس كودينا إلهي نحب الله قاضي إنه وما تنفق حويا إيشك آيات القرآن كده إيشك يا إيشك يا محمد مسلم يا وما أنفقت من شيء ما نقصت صدقة من مال بل تجابير مسكو دينا تجابيرنا نص نص وأحضرت النفس الشح نفته بخيل لماذا هل كاسة لوجي أبداً وربنا هاد بل أن هذا لما بجارك الروس الله بحيه وحونا الله بحيه إبري الله هن وياه حديث قلبه يكون إيشان بقول هاي سبق مئة هاي حديث قلبه كنا ما نسمه حديث قلبه يكون إيشان بقول يوم سديد الله بعثناه وحديث حسن قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي وثيقة مأمون سني قال حدثنا صفوان بن عيسى القرشي وثقة قال حدثنا ابن عجلان محمد بن عجلان وهو صدوق عن زيد بن أسلم العدوي وحويان ثقة أها عابد أي وأي عن أبي صالح الزيات السمان الذكوان وثقة ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق حكار بن درهم هل شيرين 100,000 بقولكم قالوا وحي يا رسول الله قال له وكيف السعر كان قد عليه قال وحي رجل له اسق اسقنا درهمان لبشين فاخذ احدهما متقطع يقاضي فتصدق به وصدقيت ورجل له اسق اسقنا مال حول كثير ايات تربض فاخذ من عرض ماله مال كيس برتميزه اي انت كسو قاضي 100,000 بقولكم فتصدق بها وصدقيت نكاز مالك بقولك هل حتى مره وصدقيت حديث لو بكم شان بقول يوم سقال لما تنادوا حديث صحيح قال الإمام النسائي عليه الصلاة والسلام أخبرنا حسين بن حريث الخزاعي وثقة قال أنبانا الفضل بن موسى السنان وثقة ثبت ربما أغرب عن الحسين بن واقد المروزي وثقة له أوهام عن منصور بن المعتمر وثقة ثبت عن شقيق بن سلمة أبو وائل وثقة مخضرم عن أبي مسعود أبو مسعود وعقبة بن عمر البدري رضي الله تعالى قالوا حيري عقبة كان وحواد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا من نفر بصدقة صدقة ونفر اجري فما يجد أحدنا متكنا مهرج شيئا وحي يتصدق به وصدق يس حتى ينطلق الى اوكاد الى سوق سوقه او فيحمل مركز حماله على ظهر دبركيس ددك وحمالي الابتي فيجيء بالمد وحول ايمانيا ساعة افر لو قيبيي اي والله ايمانيا نص كيلو او كله فيعطيه مركز سينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلمه قادنا زكاه ما صدقه قادنا ما اينو ددك سيو فيعطي رسول الله يوسيني صلى الله عليه وسلم إني أنا لا أعرف عن قرني اليوم أنت رجلا لما أرك له يسقى أسقناته 100,000 بقول كن ما كان له أسقن أسقن يوما لما أنت درهم هل شلين أنا هايزني وأنا واحد هايز هذا ما أنت ماشان أنجوجنا وما دي جوج جرت سقاشني كودي هدي وحي محوها مدة كم قرأ هدي لك أنا ما أنت قول لي إذا ماشان أنجوجنا متى غنا مايا إسليوا ماشان إسليوا مرة ماي سناي حراني كت أفر يتمدى بقية شري يتمدى بقية كنتن سوق إيه وحب السوق بوحكوية اللي سدح أما أفر أولي ب وحويان هذا قارس اللوج كبس وقت وحاي قل وصل بيسنا قل كي مركز سرير تعادي ولا سعرنا يسرع أنت تطلع تكلم أنت تطلع تون أنت تطلع هاي كور كذا مركز إسكفالة إيه الوحيد أنت لسر سوري أدر والسوري هبين كن بيشان لسعرنا تبر دري وابن تاس سوق بساس على جاي إيه نورب أفر عبا مقدس إيوه كي كلو كل دغنا ايشك توفيق هذا الدميو لا ديسايو وها ويان ميد كان هدا لا يرهدو هونغ كونغ ميس بانكوك كو دغن غارس لوج واسنا دبي اللي هجر ايو اي ميد كان كسو هرجودو منيرا شنتا بس خلي غاني ودميسو ماشان كاتاي سعودي غادي جير
يعني وسلاش نزيد وحنا كان الله رسوله مركو عن كلا جذا وحنا ما بجرين به مركا صحابي مركو حليه هل الشيء رجع أنا يزنجرنا بقول كن بقول كن أوه وين ده كذي قال أنا جانا تد ماشان وحبا أنا يزنجرين أما أنت وحلاج الله يا ميقاتة بقول دباق فلان دباق فلان دباق فلان وحلاج يا با المقدرة تيسنا يقاجم رأوا بختنا يا حقيقة ويا با أتكو حنوك بدنا كمتي ورميو أنت أيضا لسكا وانيو ودتك وحايستو حتى يوحك حتى مسلمين كل عقبة بنين كو أي قال الله شيء المقدرة تودي وبقى يا وحاسية أنت على الله شيء وياه ها هي حديث كلا بكون شاب قال لي صدناه وحديث صحيح قال الإمام النسائي عليه الصلاة أخبرنا بشير المخالد العسكري وثيقة يغرب قال حدثنا غندر وحاو غندر وحاو ويان ومحمد ها ورمي عزيز شاق ابن جعفر اها اها ثقة صحيح الكتاب عن شعبة وإمامك عن سليمان الأعمش عن أبي وائل شاغي بن سلمة عن أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو ويان قال وحير أبو مسعود لما قرتي أمرنا ونفر رسولك ونفر عليه الصلاة والسلام بصدقة الزكاة أما صدقة فتصدق أبو عقيل أبو عقيل أي وحول بحي بنصف ساعة ساعة والله بدك لي بركة هاي ونشيغيني نسكي سأيو صدقة يستي وجاء إنسان إنه والله ما ذي بشيء شيء وأكثر منه كبدا والله ما ذي لبدي سأل على أبو حو ذهبه أي صدق يستي فقال المنافقون وحيل هذين إن الله ألوين عز وجل لغني عن صدقة هذا متك صدقة ديسة إله وكمرة متك متك الله أرده مجد إله معكفة لوعا ومنافقين شكدوا دي كو وما فعل هذا الآخر كان كلنا وحنا عدو ذي الذهب كنت على أجنا وما سمين إلا الرياء السطس براح قال جايب بعد منافق من لعقب بحصل إخواني لواء هذا هالشيء كان أمدنا صومالية أي هالشيءين أو قوة كلا يقصد بجران إن شاء الله تبارك وتعالى ضد وين أو عرلا أو عيلة تغنين يا أو مقع مقام لقاكوت محلوش ورين تحارة نايس ورحقة ومنافق قفك أمد الصومالية دي جيدة محلوجي وجلتها جم منافق وا حقيقة ورمحارتها إن محوها سكاشني كوت سيل لغد الله هاي هي الله بابا مين ربتان سيل هي لك وياك بني آدم كان ميل لغو بتبادا هو قارقود حكورة سنة لايك وحال وروح شيء غريب موقت كدبنا فيسبوك إيو يوتيوب إيو شيل ما ديره دولار إلا بد دولار يتوان دولار يروح بالغو بحياة أنت بس ورا إلا سوافيري حتى ما أمين زنوح بشجع أعوذ بالله من الشيطان وأي والمنافقين تمركوان امتحانك حديث لا بكون شنب قليو هاي فقال المنافقون إن الله عز وجل غني وحكم مرمى عن صدقة هذا كان صدقة ديسة وما فعل هذا الآخر وكان إلا رياء سدس مؤينة فنزلت وحسودك قولك الله تبارك وتعالى الذين كوي يلمزون دريان وعبين المطوعين كوى سمفشة ومن المؤمنين في الصدقات صدقة أي لبحان كوى عبين يان والذين كوي لا يجدون عن هل إلا جودهم فيسخرون منهم كوى وينين ودريان والغلابة بحيي كوى تبرتوا ذا ما يروح كالعانا نهينينا متك إيو وحي ربحنا ويدريان فيسخرون ويكون جيس جيسيا منهم سخر الله منهم إلهي باكو جيس جيسي إلهي أي عقابي إلهي أي عذابي إلهي أي وحاو أبا المريني شدوية اليد العليا قعانت سراء أي باب كانوا بابيه قعانت وابحين أي قعانت سراء وأنا إيمان دونا أيضا ففاسا إن شاء الله والنبي قلنا عليه الصلاة والسلام نفتي زنو شيقي حديث اللي بكون شنب قليو كوي صدنات وحديث صحيحة قال الإمام النساء عليهم أخبرنا قطع بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني سعيد ابن المسيب عن عروة ابن الزبير سمع وحكم غير الحكيم ابن حزام رضي الله تعالى ورضاه يقول إساقر سألت وحام ويديس رسول أيام ويديس إنو حيسي حول فأعطاني ويسيي ثم كذب سألت وحام ويديس فأعطاني ويسيي ثم كذب سألت وحام ويديس فأعطاني ويسيي ثم قالوا حير إن هذا المال مال كان خضرة ومتعقار حلوة أدمعا حوله أو عقارن أنا معان إن دهنا وح عقار أورونين مكت وحي معان عرب أورونين فمن أخذ قفك قاتا بطيب نفس إياد أورها للغية بورك الله فيه والله بركيا ومن أخذ قفك قاتا بإشراف نفس إنه أهن قلتاك أهن قلتاك ساس قاته لم يبارك له فيه والله بركيا وكان وحو أهذا كالذي قف يأكل وحوني ولا أشبعون أن أرقين واليد العليا كعمت سروح بحينا إذا خير كخير من اليد السفلى كعمت وزي باب
أيتهما اليد العليا قعنت سرتي أهاتي نبي قال نوشك عليه السلام قعنت اليد العليا خير من اليد السفلى تنو نبي يروته تفسير كرباتن حديث لابقول شنب قال يوم لبيه صدنات وحديث صحيح قال الإمام النسائي رضي الله عنه أخبرنا يوسف بن ابن عيسى الزهري وثقة فاضل قال أنبانا الفضل ابن موسى السناني وثقة ربما ثقة ربما أغرب قال حدثنا يزيد وهو من الزياد يزيد ابن زياد ابن أبي الجعد وصدوق عن جامع ابن الشداد المحارب وثقة عن طارق ابن عبد الله المحارب وصحابي جليلة رضي الله تعالى ورضاه ورحمه جميع الرواة قالوا حيري طارق قد قدمنا المدينة مقال مدينة أيان نمت فإذا وبيض رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم وتاغنه على المنبر وكتاغ المنبر كيسه يخطب الناس يخطب بينه وهو النبي قال يقول حليه يد المعطي كم واحد بحينا عندي سأل العليا وتنصر ريسه وابدا وحدك بالله وذا مركات واحد بحينا بمن تعور عدا اديق بليس امك اي اعني وحنرجد امك هويدا واباك ابها واختك ولاشا واخاك ولالك ثم كدي بادناك فادناك كم كوسي حساس جدا مختصر حديثك أبو جابني اليد السفلى كعنت وزنة تهويان نبي قال نوشك عليه السلام حديث لو كنش بقول يوم سدى حديث درندو حديث صحيح قال الإمام النسائي عن أخبر قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول كان يحيي وهو النبي قال يذكر سجى شجع صدقة إيوة التعفف إن لقى دوس عن المسألة سوى كور من النبي قال يحيي عليه السلام اليد العليا كعنت رئيس أي خير كخير بدل من اليد السفلى كعنت وزنة واليد العليا كعنت رئيس المنفقة وتنبحين إذا واليد السفلى كعنت وسيسنا سائلة وتن وعويدي سنيس قولي وحجر جري ورقي كما يقولون بدر دقالك بدر قار كجي سوبي وبصاصك هو استاقن وقعنت ورسنا أبشر بعلا عليه رحمة الله يا شاعر الدعوة أيا كهل الجري مركباب دير واكا صدقات واهي الماني وقال له الاسكي المامي بريقو روض حفظني لكن أدى له المام وعنك لجه ذا مركا بس كي يستعجني، مركز أسوأ تاعك توحنا، دفعوا لي قاعد تقول كامر سني، سان ما أنا تاعك ما ساسو الربع إنه كاي غاتو، مركز بحر ربع إنه اليد العليا رغدة، النبي جينا مركز جد كحري وحر هاي الأخذ أما كرك قاضي أما هوسك قاضي، كعندي أسرة مرتين ما قضية هو الأخذ كان قاضنا ويد سفلوا، كان بحنا ولا هوسك كسو ديبه وهوسك إلا كسو يستعجني تدور بكسو تاعي وحاول ينكاس أي يد العليا سداوية ويا مركا مركا غير موقتها هيدتك ولو بنغوري باب الصدقة على ظهري عن ظهري غينا باب الصدقة زكاة أما صدقة الله بحياة يباب كانوا بابي عن ظهري غينا ديقتون دبركي أما با قفكي وحو أساقة نف تيسة أي أبه نيد مركو مال سارة إي عد إساقة واجبك أي كويت نونا فقية ويحكتن بايا صدق الله بحيرة إلى فضل بنتي وباب كانوا باب حديثك لا بكون شنب قليو أفري صدرات وحديث حسن صحيح قال الإمام النسائي عليه الصلاة أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر ابن مضر الكندي وثيقة ثبت عن ابن عجلان عن أبيه أبيه وعجلان المدني لا بأس به عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كان يحيي خير الصدقة صدقة وحو خير بدل ما كان وحي هذا عن ظهر غنى ديقتون أبركي متوقفك وحي ضرورة وها ومحوها ميل سارة كذب وحو بحي وليد العليا كعنت رئيسا يا خير كخير من يد السفلى كعنت خصيصا وابدأ كبلا بمن تعول عدى الذي بي ليسه تفسير ذلك أرن كان كشف شكيني فسرتان لفسر إباب كانوا بابي حديث لابكم شنب قليو شني سترد وحديث حسن صحيح قال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى القطان وابن عجلان عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا وارصدقوا فقال رجل بوحي يا رسول رسولك لو عندي دينار هل شيرين ايان هيا وذهب قال وحير تصدق به على نفسك هذه اسكو صدقيسو هذه ابو بهان عن او استعمال قال وحير عندي اخر متك اخر ومتك ايان هيا قال تصدق به على زوجتك اسلام تاتسي ايضا ابو بهان قال وحير عندي اخر ومتك ايان هيا قال تصدق به على ولدك عروت هذا ارضن كمال انت سي ايغا ابو بهان قالوا في عندي آخر ومتك رأينا قالوا تصدق به على قادمك شغالها قاسي كان قوة ذي قاسي قالوا في عندي آخر ومتك رأينا قالوا في أنت أبصر وأذيك يا مركة أو ماشى تقول بحنيس موجود المركة وهي مركة عن هذا سوق لا سيد يكلها بوني النبي أنا يكون شق عليه سلام سلام مركة أذيك أو كبل عنا ومركة هذا محوها أودل دلالة أما عنو جاجي وصباح تقول حكوت الله بقى هذا اللايها وكبل عن وياه يا أما قولي جاجي دبكو كده نسنجه صدقه ميراكو بحنا قال اسقبلها باش انا ايمان دون دواكم وجودا
باب إذا تصدق هتو صدق إذا بابك أنا بابي محتاج وهو إذا محتاج إليه وبهنا هل يرد عليه ما لقوا علين ها ولو علين الميز يا بايا مسايد قال لي استاذ يا كوي يا بابا بحوها بقول شيء بقول شيء الميز دبك وكذا نسني بقول كي قاضى ما يوا لقوا علين وجاي لك على ما دوجي أرد لقى ما قاضى واك حديث ربك شبقل إيه اللي حي صدر هذا حديث حسن حسن إسناده قال الإمام النسائي عليه أخبرنا عمرو بن الفلاس قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عجلان عن عياض ابن عبد الله بن أبي سرح وثقة عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً دخل وحق المسجد يقال يوم الجمعة يقال ورسول رسولك يخطب خطبين فقال روحي صلي ركعتين ورني ولا بركعتك النبي يقول خطبين أي صاقل لك النبي يقول حير مركب ورني ولا بركعتك ثم جاءوا مثل الجمعة الثانية سمع هذا لبعض والنبي يخطب النبي يقول خطبين وصلا ضاهية وأنا فقير وعادوا كذا رفعتا فقال روحي صلي ركعتين ولا بركعتك ثم جاء الجمعة الثالثة جمعة سيد أحد يميت فقالوا حير صلي ركعتين لبركعتك ثم كدمنا قالوا حير تصدقوا ورسبوا حصوص تقيستبه انت سنبي مركو ولي ورستاك صحابة أرد كيسي يدبك كما وضيني أركان وعي كنت رارو ربا مد مركة كل اللي سمدها من لقيها أمل هم برارو جينا وخد بضم بلغوه مشغول سنة كو ورسبوا حصوص تقيست فتصدقوا ويس تقيست فأعطاه طوبين لو مرأي نبي صدقاء اللي بحيه وكسي أدبوا أردنا ثم قالوا حير تصدقوا ورسد قيست فطرها أحد ثوبيه لبذي مرأوا هدى لسي بيت كبيت ويبشك سطوري مجدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا ميادا أركي إلى هذا كان أنه إذا دخل المسجد يقال بهيئة بذة قاب يهب لبس آد ورفاتا أرد أرد يقول الله صلى الله عليه وسلم كو فرجوت حرجي أن قود الري أن تفطنوا له إن أبنى الوكتار فتصدقوا عليه تصدق يستمرك أن استاقل الدكان لها إن أبنى الوكتار وحن كنت ارتنى نبي أرد كيسا بابي إسان فلم تفعلوا ما هذه يلين كل يبغى يكون مش صحابة وهذه دخيال وهايان لكن وعلى جبا خطبة النبي جل وجلنا نكبة حق زي أيجين صحابة وين قيل له ضي فقلت عن رأي تصدقوا صدقيس ثاني رأي فتصدقوا وصدقيس ثاني فعطيت ثوبين لهم رأي أنسي ثم قلت عن رأي تصدقوا صدقيس فطلع أحد ثوبيه الله بذي مرة هذا أصدق الله توكس دوارك أي ماش متكسو توري خذ ثوبك خذ ثوبك ورمال قالوا حنان يا إنده الله صاري موجودا marka wax adiga naf ay ku wahayso oo ilmahaada ay naf u wahayso waa sadaqaysana baabkeeda jooji marka horta bal muxuu ibda biman taculu ka dhigwayan sadaqatul abdi adonka sadaqada uu bixiyay ayuu baabkaan baabi shaqari ku shaqeynay sadaqada yar aadan fariin hadu sadaqay xaaladay noqonaysa xadiis sahih way xadiis kaas oo laba kun iyo shan boqol iyo toddoba iyo soddonaad akhbarna qutayba qala hadathana hatim ibn ismaeil almadani wa salih alkitab sahih alkitab saduq yahim an yazid ابن أبي عبيد الأسلمي وثيقة قال حدثنا أما سمعت عن عمر عميرا مولى أبي اللحم وصحابي جليل قال وحير أمرني وحيفني مولاي أدونكي إنك أنوها أما سيد كيج أنا قديد لحما هلب إنا أتكعيه أما تاوى أن كديجو أما بقى أن كديجو محوها مغمدي وحلمتك فجاء مسكين بايمت فأطعمت وأنقوذي منه هلبكي أنجر جرأي وحكسيه وانكقوذيه فعلم بذلك مولاي سيد كيغا يارين كا اوغادي فضربني هو يقرعي فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسو اشتكي فدعه هو يرى فقالوا حير لما ضربتم عنك وقرعدي قالوا فقالوا حير يطعم طعامي ونذيذ يبحر بغير ان امره ان انفر حريد اسكا ياريا وقال مره اخرى مره براد حير بغير امري ان امر قالوا حير الاجر بينكم اجرك واسكليدين واحد يلي مال فريزه حديث لابو كن شبق الاسداد اي كصدرات وحديث صحيح قال الامام نسعد اخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني واثقه قال حافظ وليبا قال حدثنا خالد الهجيمي ابن خالد الهجيمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن أبي بردة وسعيد ابن أبي بردة الأشعري وثقة فقيه قال سمعت أبي سحويان أبي بردة أم أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري وثقة ثبت يحدث سوى كور عن أبي موسى الأشعري عن النبي نبينا صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلمين قف كست مسلم صدقة صدقة يكون كيسها تقيل وحالي رأيتك بالله نبي الله كورا إن لم يجدها صدقة ملكا وقعوا مرين قال وحير يعتمل بيده عمك شقي سنة وحملني فينفع نفسه وينفع ويتصدق وصدق يسري قيل وحالي أرأيت إن لم يفعل هذا سن حملني وسن قعانكم شقي سنة كور قال وحير يعين ذا الحاجة مد دب وصاحب الملهوف وريب لديبا تقليي وعاد أكر بيسا أي أكل مين يقيل وحالي فإن لم يفعل دوسن سمين قال وحير يأمر بالخير وناك يفري قيل وحالي أرأيت إن لم يفعل دوسن خير كذات كفرين واسكاء موسى قال وحير يمسك عن الشر حمد أيوكا حرن كاستاجيا كاف حرن كجع حرن كدك حرن يا فإن صدقتهم صدقة وتويان باب كأي عشر كود أي حديث كود بيا صدقة المرأة من بيت زوجها هواري دجوري جنين كذا
صدقات اي كبحثي باب كانوا بابي حديث كلا بكون شنبقول ايو سقالي سودنا دون دمي عشر كان ان شاء الله تبارك وتعالى عوف وحديث صحيحة. قال الامام النسي عليه الصلاة والسلام محمد المثنى العنزي ومحمد بشار وبندار قال حدثنا محمد الجعفر وغندر قال حدثنا شعبه وامامك عن عامر ابن مرة المرادي الجملي وثقة عابد قال سمعت ابا وائل شقيق بن سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي نبينا صلى الله عليه وسلم قال نبينا حجيري اذا تصدقت دي اي صدقيته المرة وين يدي من بيت زوجها نينك يا ذكريسه حوله يلي اما دكان جيسي كان لها اجر اي ذهرت اجر اي كلد كو وللزوج مثل ذلك نينك وحوله سدا سوكله وللخازن نينك استورهاها استوركي باق او تقنانا مثل ذلك انت سوكله ولا ينقص الا من نقصاميه ولا ينقص كل واحد ولا ينقص من نقصاميه كل واحد من اركم منهما كمده من اجل صاحبي صاحبك اجر كيس كمان نقصامي شيء واحنا للزوج نينك اجر كيس يهرى بما كسب شقد اتشقي ولها ايضا حيل بما انفقت بحنت اي بحسي ولا اي كل هذا هويا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله مصطفى.